استقبلت سفارة الجمهورية اللبنانية لدى البلاد وعلى مدى يوم واحد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها المغتربون من المشاركة في هذه الانتخابات. ويأتي هذا الأمر انطلاقا من التغييرات الشاملة التي لحقت القانون الانتخابي اللبناني، والذي أدخل النسبية لأول مرة إلى الانتخابات في لبنان، بجانب إصلاحات متعددة متعلقة بالقانون الانتخابي. لأول مرة في تاريخها شهدت السفارة اللبنانية في دولة الكويت حدثا وطنيا تجلى في الانتخابات النيابية للعام 2018. 1878 لبنانيا مقيمين في الكويت سجلوا أسماءهم إلكترونيا في فترة سابقة للمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي. من سنوات طويلة كل اللبنانيين منتظرين، واليوم الانتظار أو الحلم صار حقيقة، فنحن بأجواء احتفالية بهيجة، واللبنانيين عم يتفاعلوا أشد التفاعل. نحن هلأ سجلنا تقريبا حوالي 1000 مقترع، يعني أكثر من 50%، وأنا بتوقع أنه كل المتسجلين رح يصوتوا. الناخبون تقاطروا منذ ساعات الصباح الأولى إلى السفارة لأداء واجبهم الانتخابي الذي لطالما انتظروه في الاغتراب. أدلينا بصوتنا يعني للائحة اللي بنحسها أنه ممكن تعمل تغيير بلبنان. شيء كتير حلو الواحد مطرح ما ساكن أنه يدلي بصوته، يعني هذا شيء تطور مهم، انه يقدر بلا ما يسافر ويرجع بيقدر يدري بصوته. عم نشارك وعم نساعدهم هون، وكثير مبسوطين لانه اول مره بنقدر ننتخب من دون ما نتعذب ونسافر وهيك ونعبر عن راينا. يعني بنثني كمان على موقف السفير اللبناني، موقف السفير اللبناني بجهوده الجباره لانجاح هذا الحفل الاختراع. يذكر أن الانتخابات النيابية اللبنانية انطلقت في الكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر، على أن تجري في لبنان في 6 مايو المقبل. انتخابات نيابية لاختيار 128 نائبا وصفت بالسلسة والمنظمة كأول انتخابات تجرى خارج حدود الوطن، وذلك دون تسجيل أي ثغرات أو تجاوزات في أداء الواجب الوطني. من السفارة اللبنانية جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.